الله، وانا بقول ايه الريحه الحلوه دي اللي طالعه من شقه انجي. طبعا يا جوجو، في بقى حد غيري انا وانتي هنا في العماره؟ منال خلاص سافرت وما بقاش فيه غير هبه ومرات مغاوري، ودول اكيد مش هيعملوا تشيز كيك. انا اللي عملت التشيز كيك دي يا طنط. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر يا حبيبتي، كبرتي وبقيتي عروسه وبتساعدي مامي في المطبخ. وبتساعد مامي كمان في عمايل الكيك والبان كيك كمان. وانت يا استاذ سولي بقى بتساعد مامي في ايه؟ انا باكل الكيك بسرعه رهيبه. طبعا سولي متخصص مسح صواني. امال؟ طبعا اي خدمه، لو عندك اي كيكه قولي لي بس وخلاص. مامي ممكن اطلع ادي لبابي حته؟ يا سلام، وانتي من امتى بقيتي حنينه قوي كده؟ معلش يا انجي، خليها تطلع، يمكن يعني عايزه تدوق ابوها الكيكه اللي هي عاملاها بايديها. يا سلام، ابوها يا حبيبتي ولا على باله، بياكل احسن اكل وفي احسن مطاعم ولا بيفكر في عياله اصلا. لا مامي، على فكره بابي فوق في البيت. وانت عرفت منين؟ شفته وهو طالع. ايه ده؟ طب مامي عشان خاطري منك هطلع اديله حته. وانا كمان يا مامي عايزه اروح عشان عايزه العب مع بابي قوي، وحشني. بقول لكم انتوا الاثنين، احنا جايين نقعد مع طنط رجاء 10 دقايق وهنروح ننام عشان عندنا مدارس الصبح. بليز يا مامي بقى عشان خاطري. معلش يا انجي، عشان خاطري يعني، خليهم يطلعوا له شويه. اتنيلوا اطلعوا، بس سيبي دي ما تاخديش منها، خدي من اللي عملتيها جوه واتحرقت من قعرها، بس اديله حته صغيره، صغيره قوي. هم 10 دقايق بس. حاضر. وترجعوا علشان عندنا مدرسه الصبح. اوكي حاضر. في ايه يا جوجو؟ ليه ضغطتي عليا كده قدام الولاد وخليتيني اوافق انهم يطلعوا؟ عشان عايزه اقعد معاكي ونتكلم على رواقه. على رواقه؟ ليه خير؟ انكل سمير فين؟ سمير جوه في العياده بيشرب القهوه مع شريف. انا عايزه اعرف بقى، انت ناويه على ايه؟ ناويه على ايه في ايه؟ ناويه تعملي ايه مع علي؟ حبيبتي العدة بتاعتك فات منها خلاص شهر. أنا ولا يفرق معايا، إن شاء الله يفوت منها سنة، أنا ولا تهز. عدة إيه اللي هتفوت منها سنة؟ العدة كلها 3 أشهر. إيه ده بجد؟ بس؟ أنا ما يفرقش معايا على فكرة، إن شاء الله كانت 3 أيام ولا يفرق معايا، برضه مش هرجع له. هو حاول يكلمك؟ هو حاول يكلمك؟ هو مين؟ علي حاول يكلمك؟ انت خاطر. وانت يا أم؟ استنى بقى، مش احنا اتفقنا انت هتدربني على الصحافه مش على حاجه تانيه؟ طبعا هدربك على الصحافه واخليكي خبره كمان. انت شكلك خبره، قصدي في الصحافه. ده انا هعجبك قوي. انت مش عجبتيني، انت خطفتيني. تيجي نطفي الشمع؟ يلا. ما هو لازم يا انجي يا حبيبتي تلاقي طريقه عشان تخرجي نفسك من حاله الاكتئاب اللي انت فيها دي. اعمل ايه بس يا جوجو؟ اعمل ايه؟ كده يا جوجو؟ اعمل ايه بس؟ انا عملت كل حاجه، مساج صيني وعملت ريجيم كرومب واتنيلت الشايب وخدته، حتى عارفه الباديكير، احدث صايحه بتاعت الباديكير دي اللي هي السمك الصغير اللي عارفاه ده، رحت عملته، ما خليتش. اعمل ايه تاني؟ لا يا حبيبتي، السمك ده عشان الناس اللي عندها فطر بين صوابعها وريحه تقرف. يا قالوا لي ده بتاع باديكير. لا غلطوا يا حبيبتي، غلطوا. بقول لك ايه، انا شايفه انك انت مكتئبه جدا، لازم تحاولي انك انت تعملي يعني نيو لوك لشخصيتك وروحك، مش للمظهر الخارجي وبس. سلام. اعمل ايه يعني؟ انفخ شخصيتي سيليكون؟ لا انا ما قلتش على ال لا انا قصدي يعني شايفاك انت مكتئبه وعلي كمان مكتئب يا حبيبتي. انا عايزه افهم، انتوا ليه ما تحاولوش ترجعوا لبعض تاني؟
مين تاني مكتئب؟ علي. علي يا جوجو والله انتي طيبة وقلبك ابيض. علي يا حبيبتي مقضيها شمال ويمين وهايس على الاخر. انتي طيبة والله. انتي اللي ظالمة. انتي عارفة علي مكتئب جدا. اخر مرة شفته كان يا حبيبي كده زي ما يكون لسه خارج من السجن. شمعته انطفت. انطفت والنبي انتي غلبانة. اصحابي اصحابي يا جوجو. اصحابي يا حبيبتي. لا مش عايزه الشاي. مش عايزه شاي. احسن علشان تبقي تدافعي عن علي. انا ناقصه ما معايا سمير. هاخد كمان شاي تاني. انتوا ناقصين. بص بقى يا باسل، انا قبل ما اوافق ان انا اشتغل معاك لازم بصراحه نتفق على كل حاجه الاول، لان انا عندي التزامات في الجورنال وكده. يعني انا هديك يا ستي قد ما بتاخدي من الجورنال 5 اضعاف. لا يعني بلاش تفرض عضلاتك قوي كده وتقول 5 اضعاف. انت ما تعرفش انا باخد كام. احسن تتدبس. لا لا خالص، انا ما يهمنيش الفلوس خالص، اهم حاجه عندي الناس. والاهم من كده بقى ان انا عايزك تبقي جنبي. بس لو سمحت من فضلك بلاش تسجيل، لان انا مش واخده على الحاجات دي. علي كان يعني مش خالص منيح. وبعدين لازم تراعي ان انا لسه يعني في شهور العده وكده. ليه؟ احنا اتفقنا ان انا هاجي واتقدم لك وكده. اكيد طبعا هتيجي وتقابل صالي وتطلبني منه. صالي؟ يعني عفوا، يعني انا مش هقابل باباك يعني ويسالني انت بتشتغل ايه وبتقبض كام ومعاك في البنك كام وكده يعني. بابايا انا؟ بابا مالوش دعوه بالحاجات دي ولا تفرق معاه خالص. انا بابا يفرق معاه حاجه واحده بس. انت بتشجع انه فريق كوره؟ ده عسل. سكر. طب يعني العيال مش هيعترضوا يعني؟ بص يا باسل، انا سوري وماي اهم حاجه في حياتي، وانا حاسه ان انت تقدر تكسبهم بسهوله. لا ما تقلقيش، من ناحيه تكسبهم فانا هكسبهم جدا، يعني هدايا بقى والعاب وسفريات، وحتى هم لو حبوا يبقى مصروفهم بالدولار فانا جاهز يعني. بالدولار مره واحده؟ يعني الدولار وصل عدى ال10 جنيه، يعني انت كده بتدبس نفسك. لا دبس نفسي ايه، ما تقلقيش، انا عندي هنا في مصر بس 3 مليون دولار ونص مليون يورو. هنا في مصر بس؟ لا يعني بسم الله ما شاء الله الله اكبر، يعني اللي هم لا حسد يعني. امال اللي بره مصر كام؟ بصي يعني انا عندي هنا مصاريف كتير قوي. انا بيتي بس بيصرف في الشهر 200,000 دولار بس. لا لعلمك انا بيتي بيصرف يعني اكتر من كده، حاجه بسيطه يعني. بس معلش لا تاخذنيش بس السؤال كده غلس شويه. انت بتقبض كام في الشهر؟ لا بص انا عيني بارده. حقيقي يعني. لا واضح جدا. واضح جدا حبيبتي. احنا ماشيين كده صح؟ لا لا ده احنا ماشيين صح الصح. مفيش احسن من كده الحقيقه. بس انت قمر بجد قمر. يا باسل قلت لك بلاش بلاش تسبل، لان انا بص لا انا هلبس النضاره عشان مش هستحمل. ليه يا انجي انت بقيتي بتكسفي قوي؟ لا انا طول عمري خجوله كده. تدريب ايه يا استاذ علي؟ الجورنال مليان صحفيين، 3/4 ما بيشتغلوش، وبفكر اسرحهم، تقول لي تدريب؟ بس البت اللي بقولك عليها دي شاطره قوي يا جميل. حلوه؟ بقولك شاطره، ايه علاقه الحلاوه بالصحافه؟ لا يا حبيبي، لازم الصحفيه تبقى حلوه علشان تعرف تزغلل العينين اللي بتعمل معاهم احاديث وتاخد منهم الكلام اللي هي عايزاه. يا سلام. طب على كده بقى شغلت انجي وكاميليا ليه؟ دول ايه علاقتهم بالحلاوه؟ لا 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 يا علي، كاميليا كانت حلوه قبل ما تتجوز، انجي بقى احلوت بعد ما اتطلقت. انت عايز تحرق دم يا جميل؟ يا اخي انا بضرب لك مثل. يعني انت موافق ان انا ادرب سما؟ تدرب مين؟ انت كنتش فاكر نفسك مانو الجوزيه؟ انا اللي ادربها. ليه؟ انت فاكر نفسك حسن شحاته؟ انا اللي جايبها يبقى انا اللي ادربها. الصحفيين اللي تحت تمرين دول مسؤوليه رئيس التحرير، هو اللي يدربهم، انت مجرد صحفي. يا سلام، انت عايزني اجيبها لغايه هنا وانت اللي تدربها؟ انت فاكرني ايه؟ يا سلام، امال ايه، انت جايبها تدربها على الصحافه ولا تدربها على حاجه تانيه؟
احنا اقسمنا على ميثاق شرف الصحافة وانت كده بتخالف القسم. يا سلام، وهو انا لازم اوافق انك تدرب الموزز بتوعك في الجرنان بتاعي وانا اللي بقى ملتزم بميثاق الشرف الصحفي؟ خلاص يا جميل، انا هخليها تتدرب في اكبر جريدة قومية في البلد بعلاقاتي ولا الحوجة لحضرتك. على ايه حضرتك بقى؟ انت خليت فيها حضرتك وبعلاقاتي وتنفعت نفسك اخويا. طبعا النهاردة احنا لازم نرحب بالاعضاء الجدد في حزبنا وعلى رأسهم الأستاذة الكبيرة والصحفية العظيمة الأستاذة إنجي أحمد اللي هتساهم بعقلها وبكتاباتها في رفع اسم حزبنا لأعلى مناصب وأعلى أسماء الأحزاب في البلد. في الحقيقة أنا بشكرك جداً يا دكتور باسل، وأنا سعيدة جداً أن أنا بنضم لحزبكم الموقر، وأتمنى أكون دايماً عند حسن ظنكم. طبعا احنا حزبنا بيهتم بكل قضايا المجتمع، واهم حاجه قضايا الحريات، منها يعني حريه الصحافه، حريه المراه كده يعني. بما ان الحزب اسمه حزب الامانه، فاحنا هدفنا من هنا ورايح هي قضايا التربح واهدار المال العام. احنا هنلاحق المسؤولين المتربحين من مناصبهم، مش بس كده، كمان رجال الأعمال المتهربين من